اليوم عيد ميلادي وكيفاش دوزتو مع مالين الدار. مريم مريم اش بيتي يا امينه؟ وافقي وافقي اليوم اش اخيرا اليوم غادي يخرج داك الجزء الثاني ديال داك المسلسل اللي متبعنا وياك. هاد الزمره هادي ديما كنعقل لك انا على عيد ميلادك، ديما ناسيه عليا. واش حنا دابا في عيد ميلاد امينه؟ رجعتي رجعي صافي، ما قلت لك والو، ما قلت لك والو، ماشي نسول بابا وماما عاقلين لي على عيد ميلادي. ليدوكاسيون اون افي اي تان ديسبونسابل. بابا بلاتي بلاتي يسمع اش يقولوا في هاد الاخبار. وين سنت ليها بابا؟ بابا يا صبري بلاتي يسمع اش يقولوا. نعم اش بيش اش كل يوم بابا؟ يوم الاربعاء. اها واش وقع بحال اليوم؟ واقيلا بحال اليوم وصلنا داك العام. لا واش بابا انت ما بيتيش تعقل لي على عيد ميلادي؟ والله ما عقلتها بنيتي بالله، ورا عيد ميلادي ديما تنسى عليا. يلا دابا شحال ولا عندي؟ وتكون عندك شي 26 عام ان شاء الله يجيك بنيتي وجه عباد الله تيموتوا في العالم وانت تقول لي عيد ميلاد. صافي دابا نمشي نشوف ماما، ماما تكون عاقله لي على عيد ميلادي. سيري تحشمي على راسك سيري. ماما اش كل يوم؟ اليوم غادي نسيقوا ان شاء الله السطاح ونهبطوا الدروس ان شاء الله كاملين. فكرتيني الله يفكرك في الشهاده بنيتي. هو ماشي مشكل، ما اصلا ما عمرهم تفكروا لي عيد ميلادي وصراحه الله طلع فيا. عملكم طافي الضباب. شتا سي مصطفى اسكت. هاي جاي ماما، هاي جات، هاي جات، هاي جات. عيد ميلاد سعيد مينا، مفاجاه. عيد ميلاد سعيد اختي مينا. انا والله ما نسيتك. فين هي الحلوه ماما؟ واش انا مسالي عليك نصوب لك الحلوه؟ منين بيجيب لك هذه الحلوه وحنا ما نخرجوش من الدار؟ راه وليتي داك الخبز نفرقوا. راه زيد تخطاو زيدوا ديك الساعه صوبوا لي غير الحلوه ويجيو فوق على جوج جماعات ويقولوا لي سنة حلوة يا مينا، سنة حلوة يا مينا. مينا؟ أمينة؟ نعم. جابني تلقي لي الجلبانة وكابلي لي الفرناجي. أنا جاية.